الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد درسنا وكيل لبات كمذا من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شلي وحن صوم الرئي مقدمه يئير عشرة خلاصتي درسي شلي كوكبنا ترجمة كوبن وشيخ كوسابسن شيخ الباني محمد ناصر الدين الباني هي مؤاخذات كعلم هاي علماء القاركود هاي تلمامين شيخ كون نقديين وحي عن كتلمامي كري إيو حكم تارك الصلاة أدام كتاب كوكساب سنية هي الصلاة ده وحال راعي أصول أما قواعد وحي أنه كخلاصيني وكساب سنة التكفير أدام الشيخ أويري نكي كاليسي يتارك الصلاة وحوافق خوارجت في بعض أقوالهم هل كاسا مركا هذا الكيس وحنا قرعي وحنا قرعي مركا أصول دورة إن شاء الله خلاصيني أصول شاسي وحي إذن لخطر سنة اللبن بإهائن بان أمالين قضب حواها السلف الصالح إن أيسن لهين مذهب أخاصة وحي كو قاليسي أنا ما يكو إسلامية أي تهي قد يداسي أصول عامة وأهل قبلها كرد حيس أولا وذاقو طوائف تأي فرق مسلمين تردن بكرد حيس إن كستولوو كالبدانية أو سنجرين تانو كورقبو مذهب قوني أهل السنة والجماعة ويكككو خلافين طوائف تا أهل قبلة انتو ذكالي قضب كاشلا ويدنكو عصبابا نمانا وحان قولون برارو جيني إن أتكفر ستان روح مسلم حق درهين لغو قاليسي إيه روحان مسلم أهين إن حق درهين لغو إسلامي كيبا درهين بينو شلي سوني وحان تلماني علومة إن إلهدين وحاد درهين كدام بي وأنا حاجة إذنكو عصبيت بانو مالي أصول شيء إنتي ذكالي وأصول أدميلا بدون كود دراسيسين باللغي يابا انتاز وحي أهيدون خلاصي دي شلعين سوان مرأي درسي وحان شلعي سوق قادرني عشر كوباد استقبال القبلة استقبال القبلة أيان سوق قادر قبلة دو إن لقابلو أولوسي جيد سلسلاة دا واجب كأه أما فرض كأه إنو واجب يا أما ركني يهي سلاة دونا لأنتي سأنسان السحيني هدي لا أود ومسألة إجماعية قرآن كنا تلمامي كان هاللي سورة البقرة وازقرن نيسا سندنا اتباح دي وسميتنا كو إجماعي أحاديث دورة نشالي صومر وحين كو جوغنا نمالاين وكان يركع ويسجد سؤال كامين كو جوغ وكان إذا أراد بين كو جوغ وكان صلى الله عليه وآله وسلم رسولك لا يحوها إذا أراد مركو دون أن يصلي الفريضة صلاة فرض كائنو تكاد واجب كا شنطة وقتي وي نزل واكسو دق جرى جديد كي هش وسارة فاستقبل قبلة قبلة دون مركاسي قابل جرى صو الله عربنا ينزل كيس إلا وجدد والنبي قل سو دق وحي هيد كعبة دين وقابله هش وكسو دق أما جديد كسارة وكسو دق بصو بنو قبلة يا كعبة وقابل جرى وصلاة فرض كاي سنة حكم كهدي شلا صو مرته وأما في صلاة الخوف عبسة صلاة ديدا خوف الشديد درا فقد سن النبي وحوجي صلى الله عليه وآله وسلم لأمة أمدي سوحو أشرعي يا أما أجدي أن يصلوا إني تكذا رجال أيغو لغيني قياما تاغا وكسعد على أقدامهم أدمهودا كمدهودا لغها اللوجيدا أو ركبانا أما يغو حسارا وقايد سارا مستقبلي القبلة قبلة أسي جيدة أو غير مستقبلها ما أسي جيدين بقى مرهضي عبسود الدراتها دي
aad ka baqayso haddaad sii jeesataba oo cadowgu uu kaa jiro meel aan qiblada ka ahayn, ama qibladaba uu kaa jiro marka aad ka baqayso inuu ku gaado oo dhib kaaga yimaado, cabsiduna ay daraado. waxaad ka cabsan ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo, adugu markaa taalib noqo oo cayrso oo baacso cadowgii ama ha lagu baacsado oo lagu cayrsado, waa isku mid la kala qaadi maayo. Khowfka shadiidka ahaa ee kuu suuragelinaynin inaad sidii loo baahnaa qiblada u qaabisho, nabigu wuxuu u jeeday ummaddu inay ku tukadaan ninkii lugleeya lugleyiisa ku tukado isagoo ordahaya, ninkii gaadid saaran gaadidiisa ku dul tukado asagoo qiblada usii jeeday asan usii jeedin. Waa ruqsa min Allaahi subxaanahu wa tacaala oo ilaahay diinteenu ugu fududeeyey shareecadeenna. Wax adag ma jiraan diinteennu, wax walba ilaahay waa fududeeyey. wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj, innagun baa ku dhaqmila mooyeen xukum adag shareecada kuma jiro. waqaala sala allahu calayhi waalihi wasalam, rasuulka ilaahi wuxuu yidhi ida khtalatuu, markay isku darmadaan, ida khtalatuu, haddii laysdhexgalo shab lays yidhaahdo, cadowga gaalada ahaa iyo muslimiintibaa shab is yidhi, ama xataa muslimiin dagaalamayo barna ay xaq u dagaalamayo barna ay fidno iyo balaayada darro wado, ila muslimiin baa islaaya wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu, ida khtalatuu, hadday isku gadmadaan oo isdhexgalaan labadii kooxood, fa innamaa huwa amarku waxaa weeye marka waxaa laasimaha iyo marka waajibka atakbiiru, ilaahay in la weynayo, allah akbar la yidhaahdo, iyo wal ishaaratu midaarid bira'si, madaxa lagu mi ishaaro rukuucdii iyo sujuuddii, ila wax kale ma awoodid, waa laisku jira, aada fuurasata madaxa lagu qaada hadi, haddaad xagga fiiriso waa kugu taallaa, marka waa inaad un madaxa ka gundurxisato oo sidaa tira sidaadoo lulmo ku hayso un aada sidaa tidhaahdo. Waa inagoo sunan kugu soo marray xataa asagoon ikhtilaad jirin oo laysdhex gelin, saxaabiga cabdullahi bin unays aljahani radia allahu tacaala can, markuu nabigu u diray khaalid ibn nubayx alhudali ama khaalid ibnu sufyaan, ninkii ciidanka ku ururinaya curana meel carafo agteeda ayuu ciidan ku ururinayay uu rabo inuu nabi maxamed iyo saxaabada ku duulo, nabigaa maqlay xogtii ninka helay, ama sirdoonkii muslimiintaabaa keenay, ama callaama alghuyuub baa uga waramay oo jibriil baa xogta usoo tabiyey oo ilaahay uga soo tabiyey. nabigu wuxuu yidhi, wuxuu u yeedhay cabdullahi ibnu unays aljuhani, ansaari buu ah xagga dhaqanka, laakiin ansaari ma ahayn xagga dhalashaani dhiig, nin la yaqaano fi ljaahiliyati dhiiran buu ahaa, geesi ah. marka nabigu wuxuu yidhi, meesha waxaan u baahanahay ciidan aan la dareemaynin oo sidii muxuu ahaa yeydi dusa, ninkaana intuusan ii imanin darba istibaaqiya ku dhufta. nabigu wuxuu ahaa muxanag caskari ah, wadaad farajal jecsama meel fadhiya ma ahay, oo cawsku uu mudahay cawsku. marka wuxuu yidhi cabdullahi ibnu unays, waxaad yeeshaa, waxaan maqlay nin baa cadow iisoo urursan haya ciidan dumahaye, intuusan wuxuu isku aadinin ora kasoo kala tuur. wuxuu nabi allow ma aqaana ii tilmaan, tilmaan buu nabigu siiyey. wuxuu yidhi, markaad aragto indhaha aad bab ku siiso waad isku nixi doontaa, waad gariiri doontaa, qamadhac iyo akaakici jirac iyo sidii lin libax arkoo kale. wuxuu nabi allow, weligay ruux bani aadana kama cabsan, waa runtii hadde oo dhaqankiisaba ka waramaaya, ilaahay suu ii khalqay buu ihi, aadame weligay kama danqanin, mabaa diiraba anugu howlahaas. nabi wuxuu yidhi, tan taadi ma waa tu mucjize eh, orod waa calaamad laguu saaray. qaala aayatuka allaa tukallima annaasa talaata layaalin sawiyin sumaydan maqan, calaamaadku way ka duwan yihiin xaaladii laysku ogaa. marka sidaba ayda noqoto, waxaa iga oga jeedaa qisaska marar badan baynu sharaxnay kutubtan waad ku marteen, waxaan oga jeedaa saxaabigii markuu u tegay ninkii ee uu ku baxay, faras buu saaraa, salaadii casar anoon tukanin, salaaduna ay sii gaabanaysaan ku beegmay buu ninkii la ii dira meel fog daleed markaan ka arkay, yaa qamandhacdii laga jiiday buu ihi. maxaa dhaa leelahay ninkii weeye, intaadan iida isgelin salaadii casarna way ku haysaay, maxaad samayn, ama ninkii intaad isku dhacaan oo dagaalantaan rag lama fudaystee uu dhulka ku dhigtaaba oo adoon salaadii tukaninba aad saa ku shiiddaa, ama dhaawacantaa midunbaa alla u darya moogtahay. saxaabi waa faqiih, maaha nin iska ordaaya, faraska anoo saaran baan casarka tukaday buu ihi, faraska anoo ninka xaggiisa usoo socda yaan casarka tukaday, sujuudda iyo rukuucda waan fuursanahay buu sidaa sida ruuxay farasku fuurinayaan saa lahaa buu ihi, sida faraskuu wado.
وحنا نسكت هيا نين لمايسنا مسود علي صلاة عصر كم مرة كان دمبي بان نكو كوب حيبو وان صلاة نا كده من ما رحبو قارئ محمد وحنا قد جدا قسم معها إن لا يستحق له شب لا يصير هذا مرة كاي تكبير تي إشارة برهس إيمانيس هدي أتكب قد أروه دجال كوجيرا إن حتى أو كدر مع هذا وكائل هلو ماذا حد بندور حسن إيسا ماذا حن بعض ميداري بل جماعة من السلف حجاج يرهبن وما يمرك يخرجين يخطبين جرين صلاة الظهر كأي عصر كإسراعين جرين يسوي خطبين هيا يا قبلكم مركو راح هي تكن جرين جمعة عصر مجر قرحة مركو يعوار نقطة ديب تو يسوي شو بنيسو أي بالك دكتو أي جمعة تكن جرين جماعة من التابعين وحيسمين جا يقف فرديا يدور كتكن جرين وخطبة دقي سنة لأنه هذا قا استأجته أوتر هذا وين تكن محادعي ماذا حلقوا قادي حجاج بن باشا سيف للتاج يهرب منهم مية عسكر تيسي وملا ترجيس بركة واحدة وين تكن جيران روا فردين وعسكر دقي نابد وحلو لما يسون يرده هيس وعب قران كوست كآخر تاسوا محي ركوع ذي ويا دنا عب ركوع ذي بكب أدنا محسمي واسجودي ساس يكون دم يسنجر ظروف باجرته من رب من بي صومالي وحيت لا صلاة صيك وقبض يلو تكذا مرك الشرط جا لازم معه أنت أنا كبر أكتون بنك الربا مويل حديثك واسيديس إذا اختلطوا هذا إزدادك شاب سيلان عيدا كإزقاله فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول نبي أورنجري ما بين المشرق بري أنت كذا حيسة يو المغرب قلبين قبلة كعبة كاجر تدوت كن كرتها هذا قلبيت قرحة صباح إسكام مرسى حاجة بري هذا يق كعبة مدي بحين وقلبيت كعبة محكاه الرية قبلة كاجرت ما بين المشرق قرحة صباح وهي أما بري واحد ترى ذب يو المغرب قرحة دع قبلة قبلة جرت مركا حديثكم مركا وحديث أدلس كوه هيستولس كوم عن رافع سي حديث مثلاً كوه مريء صحابه وقضية ضوي كوي إجماعي إجماع بورت ماشين ياله ما بين المشرق والمغرب قبلة وإجماع الصحابة عمر بيكسو جنتهاي ابن عمر بيكسو جنتهاي علي بيكسو جنتهاي ابن عباس بيكسو جنتهاي ولا مخالف لهم من الصحابة إجماع وحات تصريحي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتاب شرح العمدة وكل تصريحية أيضنا وحينوصوا على حديث كسقنانشيس وأنا قلت المانون لشيخه واجتهادي وأنا الددالي لكن حديث قاركوض اللقوها يستوي وذاته كتاب كالنقطية أمام ملكة كقها اللي أي الدورين وحي كقر ليهن على قدر طاقتنا وإنه تلمامي وحي شيخه قر ليهن وإنه تلمامينا حديث كترمذي باصوص صار ابن أبي شيبة شق هوس تكو شيء هيا وقبطي وحكم الترمذي حاكم باصوص صار وصححه وحنا كنت تخرج إرواه وغليل ك ترمذي ابن أبي شيبة يبزار يحاكم يبغى وانت بويصوص صاران طريق من طريق أبي معشر وأنا نضعيفة ونمر أنا كتاجنين طريقة إنه ضعيف يعني ترمينه وضعيف يعني طريق لا إنك استوى المتابعي علي من الضبيان اللي هو متابعين هاي طريق لا بعض عبد الله بن جعفر المخرمي وورنا يو من حديثه بورنا أيا أسوي الترمذي صحيحي شيخ البخاري نو حكسو يقولون حديثه قوي أقوله كان أصحه كان سوكان متكهوري حاكم نو صحيحي له شاهدنا وحديثه ولي من حديث ابن عمر أصلا ضعف في كجره شاهدك ابن عمر وحالسكم من ضعفين من موصول با مسوى موقوف عفوا من موصول با مسوى مرسل بنجيدة ما حريدا مسوى صحابي وكوغي لكن وحام مناسب الا تلمام ودادها وقف ارسالي حديثك اما وقفيي بدن كود وودادها مركي وحير شكي او كقل حديثك السند كجوكسدا سدا ايوب السختياني مالك رجل ميدا رجا وصليينا ورجا يغو ان لوغو اوغاي اني مركي شكيان حديثك وقفي اما جوجيا شاهد كلام مرسل اليها من حديث يحيى بن كثير عن ابي قلابه عن رسول الله حديث كعمن عمر يضعف وكجره يشاهد كمرسل كأ يكيه رأبه ريح
ترمذي جماعة صحيح أنت ما كلاس كدر حقنا اللي جحو جيو إجماع الصحابة وحيلته حديث كبرنام كويلا رأي قاس الشيخ مرك الله موضي ساسونا مري أنت وحدير ومرضو أهلي ونورانك أنا أقيم بقى أحمد حنبل باك همذا حديث كأبي هريرة من طريق المخرم رق ضعيفية رحمة الله تعالى عليه سجن أوين برق ضعيفية لكن الإمام مغلطاي في شرح ابن ماجه بحسو قوريي وذاتك مهنة لورنج ريا أرضي أحمد أها مسائل كيسو حكسو قوري أحمد بن ويدية وريب رسو أحمد ومتل هديد حديث كان سند قوي أملا ليس بالقوي مركاسو أحمد يريب نعم ولكن هو صحيح سند كيسو متبر بطن لكن هو صحيحو حدثنا حماد بن مسعدة البصري عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر يرفعه ما بين المشرق والمغرب قبلة إلا عند البيت ولم يقل غيره إلا عند البيت أحمد وحور السنة كاسا واجدا بهلويو وسنة صحيحة إذن أحمد وحمد وحوك الله بطي تضعيفك حديثك أما وحين به كرا وحو ضعيف في حديثك أبي هريرة من طريق المخرمية وحونا صحيحي حديثك ابن عمر من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله سيد دوني مهنا قلت حديثك هو صحيح وحكى غفلا حديثين تم وقت وانا قشال كون شيء حقوق وقرق ظني ما كدر تمك هذا عرقته بس يروح تعال نقدين هيا حديثك معنيه سوء سن كم مرن سنين اي هلف دي كدغي وحقوله طف هبل مدهن طفت واشاد منكره يعني وحماية ربانية إلى كل دور السنة ربك إلى شنيع وحكى غفل حديثك أبي أيوب الأنصاري أتكون مرتين عمدها متكين هذوك كرتوا وكادي الصحراء أتوا فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها محن بقدرة ولكن شرقوا أو غربوا معنى ذم حيتها معنى لو حاول ما بين المشرق والمغرب قبلة وفرصتها هذا إن أتفهمتم الله الربا متكين هذو كرتوا غرهم مدينة وقبلة ضيان كادي لا قابل إياه صحراء مدنا بقى نبي الله محيي الله بري يا قلبيت هذا بري يا قلبيت أسي جسده أما بري أسي جسده أما قلبيت بري يا قلبيت من ذا كام جرت قبلة الحقيقة جرتها أنت وراح يسيك جرتها مرك حديثكم محيكم يلي ما بين المشرق والمغربي قبلة يا ولكن شرقوا وغر أو غربوا صعدان اسكم مال أنت هنا تفهمتين برهم بلاي المهم حديثك وذا دب أنا ضوي ضعيفيان نمنا ضوي صحيحيان والعلم عند الله إنه السجية بان حق بدا علوم مركب وحيليهين حديثك وحلا مدى الرهم مدنو هرت خصية نيو والبمرك وبري مدك تسكت لجو قال بدنا وبدح يسكت لجو شمال وجد ثنا يوي قبل أبو مركا أي هرتيس النقر السنين كاسا حديثك وخصية إذا بالغية بأنا قال بدوسه تكذا دنا أدون كبار يبيسوا التكان يعني، ضد كونفور بيسوا التكان يعني، ضد بحيسوا التكان يعني وقوي، وأنا وكوش رحنا في جامع الترمذي سيف فاسا. إننا الصومالي ذا وحنا لمننا هاي يا بري أفريقيا وحنا لمننا هاي ريم دين الله حكمنا، بري قلبيت بعد لبادنا عسكر دي الكاس هذه وقوي بدو التكان، سو قوي بدو التكان. طيب، وقال جابر جابر وحجري. رضي الله تعالى عنه كنا مع رسول الله رسول كلاه بأن الله سعنا في مسيرة صعداء سفر بالنبي كل جر أو سرية أم اللقمرور عيدا من بأن أهين فأصابنا وحانا هلي غيم ضرور ضرور قريسي جهوي كنا بقصت روب باقبت فتحرينا وأن اجتهانا وأن كدد لنا عن قبلة هلو ما شيء أهين دادو حاجر مكي سفران بالديوبة guri ku tukan jiray sal ugu yeelay hadduu ka tago oo hotel magaalada ku yeelaba uu tago xuquuq dhiqbalada xaqiiqay naga jirtaa safar bama ah la socaad miseedku ka tagay nomad buu tagay hotel qol buu ka kareystay xuquuq dhiqbalada xaqiiqay naga jirtaa dadan loogu meel loo sidoo loo dhigan wareerahay dadku sumid ma ah dadna waxaad moodi inuu wato jeheeyo oo hadii korqbale waatan ku leh dadkan isku mid ahay tayib fatahrayna waanu dadaalay
واختلفنا وانسكم ما عرفنا في القبلة أي في جهة القبلة قبلة ماشي جرتان اسكم ما عرفنا. فصلى واتك كل رجل نوالبا ومنا أنك نغمد على حد قوني أهان اسكي بوتك وماشي هذا القرآن إذن كبرا رجيم مهم جدا وي لبدا وداد هذي مناتك اسكوا وافقان مناتك هذي اسكوا وافقان تنقيحي سيا تخريج كيسا إذا اتفقنا على تخريج المنات أو تنقيحه كدبنا أسكو خلافنا ونسكو ما رضافنا تنزيل كسي تحقيق أسكو حران ماينو ورقا إنا الفانتين بانو مالي نمبل وضا قديسين هيلب جيل باكو قديسين أضو هيلب جيل ونو يواد أركيس أصدحوا لي جيل ما هو وكالون بكوري ما هو ديقاق بكوري أنا وحات الورمة هي جيل بنعمة حوري ما يهكر خيابي صلاة دي بالجاري كم حيران كرتين قورمة أصلا خو كم حيران كرو هي أدنى كم حيران كرتين أبو جيل باب صور عن طوى ثويس الصم ويسقبتها أسوي حلانو خلون يديك بنعمة إيو نف أران صور يالله ويسقى ما تجيب استكين كنتو ترتب الله أكبر جيد كما حيران كرتين محايا إنك هم ويسقبوا وقورما ومركض أدوه آمن سنتا هيليبك جيل إنه ويسد الجبيو أصنع آمن سنيا هاي هيليبك جيل إنه ويسد الجبيو أصنع آمن سنيا هخلط منا محاس لا آمن تين علادي ويسد الجبينيس علادي ويسد الجبين واتكا وضا صعوتان فاتفقتم على العلة والمناد لكن محاسكو خلافتين تحقيق مناطك هي تنزيل كيسو وحان عني محوها قيل بها وحلقا يري دقاق بها بطبايسة مرهدان اسكو وافانا علادة كدبنا اسكو وافانا علادة ماشي من الله يهلا مسمايا كوة صعون ما ينو محانو قجي ده هذا صحابة وحسكو وافقسيهين صلاة الله واجب إن لو تكدو كعبادة محانو اسكو خلافين حقا إنك جرتايا مايا باربا إنك جرتايا قلبات مسكو حران هيا مايا وركا في قيود فانتين بنومالي هذا قورينا شرح حيلتها تقريبا منظومة القواعد الفقهية أنا كشرح وأمالين والعلم عند الله تاس ولي جاهكو خلطة وأنا أتفاوق برارقتان قور ما لسكو حران كراء اللي هو خلافية معقولة أن سدينه ومركا وذات كل جو أوليه اللي بكيل ويسد مجبيه بقى مجيل بعنا جيل باتري دقاق هالنقطة وحمة جبيه أنو حال هذا هو جبيه أنو حال هذا هاي وجب مركز كل واسطة قال إن أتنازل شو تكون حرات لأنه مسألة ومسألة أغبشها خلاف صائغ اجتاز صائغ أغبشها لكن مرة هذا هو بتنين كونه جيل كبر جي جيل لو يسد جبيه هذا هو بتو أصلا وكل أمسية جيل ويسد وجبيه سلادي سأتارا محي وباطلة قطعا أكتاد صلاة دي سو أكتاد وباطلة قطعا لكن مركز كو خلاف سنتين علاقة ما هنك وحكو جرو باطل قطعا ما إنا تفهمتين من أمالي ظني با ميشا قلي اجتهاد ميشا نما قلين مدى سوي طيب واتيفقادو يدى هدين إسلام فقي هذا يعني ننك يدفوري وين هذا الكي وين مقليسي ستوس يمض أسنا وحيركم مفورين محي سمين بايده هدو بسوح يتول وان كافر حران هيا محا تلا يا كجواب هدي وهابين وحانكم نعي في قيادك اللي قف في عين هاو شو وين ادفهنتان نين كان اريقا هاتو كصو بحو أرجع هذا وقصوا بعينه يقابلوا الفرم وهو قريب بوقته لكن محولها يقاصوا بحين بوله إسلام تون محيه بتاع أرجع إنه قصوا بحيس كخلافه مايا تنزيلك تنزيلك بس كوافق يسخ خلافه أورد هذا اللي هو بعينه يقصوا بحري إسلام تون يكفرن تودات كدوب كون وأمزية لكن هوش جديد دنيا سيد النينك آمن سنة هي اللي بقول كهذا اللي عنو ويسد الجبين حاجة جديدة أنا إنه عني ما يدفع أنت وركي إسلام تناويه بطين وركا صباح
فقد وحدهن أسوي حق حول الإسلام تنو كفر عشو إلا هو مجتهد وحنا كم إذا ما صوب بحب تاجين هاي أي أنه وحي حق لين يزدفاع ده هذا يسكون دنتان ويكو إسكسيان كو رمالي ولا بشيد بده ورقم يزال دي أيوة أيوة وحي السؤالاء وحاني مالك أربعة شلي سميدن جوغي مداخلية حق الموغلي نينك السؤال قبل سؤال شا سوقرته أيضا قرن مالك أربعة وقت سيننا إن شاء الله تعالى درسك قدام بي انت انا تكون فانتين من الوقت جيدة هذا قربان شرحي ومركان أولين جري القاتل مجاهد والمقتول شهيد أمثلة دي تمت بي كجرتا لكن وذا المسكين وان فقه وبحصاني قولي عرب حتى يقوى صومالي ووريا مع أركوي وذات بأسهل ولي من مقشان كوهي عمر الله حتى ويكو أركاي فتحرينا واختلفنا وحنسكم ما نضافني في القبلة في جهة القبلة فصلى كل رجل منا مدو البوانا كمدو وحيوتك على حدة قوندي إسكي بأوتك عدنانكم أحرانين فجعل أحدنا متكان وحيوكو دقالي يخط إنو جيحة هايو وحريقة هايو بين يدي هرتيس نيو البحور ربينو أستغام يستو ماشو أتو كذي إلا وهبين نمي هبين نموي والأرطان أما مالي بويو ضرب أدونك غريس لنعلم إنا نعغانو أما لنعلم إنا العلامة إنا لبضو والآخري كرا من العلم ميام سوى من الإعلام طيب أو من العلامة لنعلم إنا العلامة إنا أما لنعلم إنا نعغانو أمكنا تناني والبميش سيو بوسكو كتو كذي إلا بريبا لك لبحي سالها بالنبوة لو وبريستابا الليلي فلما أصبحنا مركان وبريسان نظرناه خطك يحريجمه ما نفيرنا نيوال بميشو هبلو كهال حقا كنتو كده هل كنان كنتو كده أول أرادوه كهال الله دي أدوكونا هل كنان كنتو كده أدوات قرم مرتاي كل إلا قرم مرة لغايا نين باري جيس كده نين بدحكا قادي ميد كده نحل كهال دبر كبه أدوه نيوال بميشو كله فاني فإذا نحن صلينا وحن أتو كناي على غير القبلة كل قانا انت نوال بميلان قبلهم بؤادي فذكرنا ذلك للنبي صبرنا نرشنا صلوات ربي وسلام عليه فلم يأمرنا أن نمفر النبي وبيل أعاد الصلاة إلا سوعشه صلاة قبل الآن قد عضي اجتهادا إلا سوعي صبرنا نمصنفرين وقال وحونا يلي قد أجزأت صلاتكم صلاة نواقدي سميدا دذا انت تبرتنا وضرق قبل ذلك كما يزقرنين وميدا سلالين أما أيضا ديوبين كدبنا نوال بميشي لقمانانشيه سيد إلهي كوغا أمتكني ها وإذا كرد عضي فاتقوا الله ما استطعتم وي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم إلهي انت الأودان كعب صدا هذا شيء فرو وحيبنا لفرق وحاكم بدنا قبل ذلك كني انت كأودان كرأي ماذا وان اجتهادي وان دذالي ميشي إلى أهيد بان كله فطي وقرم مري عف الله عما سلف سيدا واسيدا جمهور أبدايين حديث كسود الشيغي جمهور أهل العلم باقبه نقل لكن شافعي هذا أنه شافعي أن قصه كوري مركا نقل لها هنا ومذهب كي يقوي طيب اللهم إنا الدليل عدد غدا قاجسان مهم الشافعي نما دي وقتي أنه حنبلي ميه نكو حولك قاطع حنبلي هالنقض وحاوي جمهور أهل العلم سيدا سيقبا وحديث كسود الشيغي أذكرن ما هي واحد حنبلي يلوكه الدور الشافعي لا مذهب ويه لا بيمام اجتهادي أقوم بدون هذا وذا دانو أنكو أقولي كوكلا صاران مذهب تنا مجرتي وحنا بالعمال الله قاتي حق الله وشوف تسوي حقوق بيل كم ما وح كلا جرا عربق برا عين حقوق كدين كي عربق بحق النجمرة سام بنو ملي واجي حنفيه ذا الدولة هاي أن بتذكر الحنفيه النقضي أيو قضاء هاي أيو كتلنا هي دول عباسي أيو هيستين تذكر حي وضع النقدين حنفية هديك لو حلقات قوصنا يبيلك أما أنا شافعية ذا وجه حان لنا ولي وجه حوك بدنا هذا هو بسطو إن أتوكتي ميلان قبلة كأهين صلاة دا إن أتوعلي سوى واجب بانقبنا عنه هذه سموك واجب برياء ولي بلتن قدرت ورا ما حقتها شو واتقم مريدة ورا ما قم مريدة وحلو قم هيستي كله هدي لكن أذهب صوت أنك أخطأت في اتجاه القبلة أو يقين أي تاي سيد الرجحان لا منوي غيرك يا محقين تمذهبك وأين صادق سوء الليش
لكن مسألة واحد مودة إن لقى حق بدن يهاي مذهب كايا جواد مودة لكن أقوال كلي وجوه كلام لنا وافق سن جمهور تمر على ما فدنا حديثك حديث كان هذا إنه حديث جابر وهي حديث عام من ربيعة أصنع باب كوي مد حديث معاذ من جبل باكوي مادة ابن عباس باكوي مادة حديث كجابر يا حديث أنا شجاب رم بس سنة كل الله في باكوجرة علوم ما كلا بقى قيب ضوي قيب جدا هذا حديثك وضعيف مطلقا با حديث جابر يا حديث كلا عام من ربيعة معاذ من جبل ابن عباس كل وضعيف عمر كان جا شافعي وابد بادينا إن حديثنا قوان ما هي iyo wadaaday ila hadith ku waa sugan yahay marka la sugeeyo ahadiis taas Jabir Aam ibn Rabi'a Mu'adh ibn Jabal ibn Abbas bimajmu'iha marka la sukeeno yashuddu ba'daha ba'dan wa ana sidana uu maray ibn Kathir fi tafsiri Sheikh Albani uu maray amma Tirmidhi asaw hadith Aam ibn Rabi'a bi hadithati hul wa hadith hasana wa laysa isnadu bidaka adu marka hadithku waxa mooda inuu sugan yahay wal ilm inda Allah wa hada badana way da'ifiya وحيلين ضعف إذا كجر كل جود وضعف شديدة اسمك بهيان واسمه حجين هيان ضعف وكل جي شديد معه سيدا مقنيس وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي كيتو كذا نحو بيت المقدس حق بيت المقدس بؤتو كنجرين نحو جهة هذا كذا قنطة جهة بيت المقدس بؤتو كنجرين لحي طوام بلود تضوي طوام بلود سدي طوام بلود روايكو ساس سود حيال الله أنت أبدا نسدي طوام بلود بارلا شيء روايانا لحي طوام بلود بيشكت والكعبة بين يديه أصوغ النبي كعبة هرتها الله هرتي سأيتها إلا هو شرعي شرعي هدو حقا كهور ديغو وانا دولي غانتو هدو حقا كهور ديغانا وانا دولي غانتو روح مؤمن كوحلو يقانا كل بسيد شرعي ديغو انو قاتو يالي ما إن مرها دات رمانح آد قلقشو هو هذا شرع كوا هايدي شرع هذا ماذا ندب تاجنين بين وبعد نقول سريس وحنا الله قرط الروح إنه شرع كل رقم هايو ومتبعي هاي وشرع الراع هاي وحصوب حا مركي إسخلافان هو دي سور ربيعيو شرع مركي كلا رقاقة طيب ضد مسلمين هون نبي رمي أو راعي أو لا تكن هاي أيام مالك قبلة دي اللي جبت بيت المقدس اللو بدلي كعبة المكرمة اللو بدلي يوحد يجعلوا بين دينته وكبحه محيطه يقول بحقه أنت كحقه وأنا رواي الرسم شنو أقول لك محيط كم يجري لأن دينته وكبحه ويكون في النوبين دينته وكبحه إسراء والمعراج ضد دين الإسلام كبحه ونام محيط كوك بيني شرع عض ومركاي أذراعي سوسي والبيك كل دكتور وأنا بقات إلا أضون إلهي بعثهاي شرعنا عليه كوا أضون صدا إسكاله وأنا أذراع هذا ضل أضون هذا لكن هو ده شرع كده جانس وحي مركها كوع النمانة واتقاذن وحي كلام حده impossible وي مش معقول مش معقول مش معقول بريه وي بدنتا إذا نذهب فين قبل أن تنزل أم قبل أن تنزل أنت لسود الجنين هذه الآية أما قبل أن تنزل أنت لسود جن هذه الآية آية أنت لسود جن النبي وحوت كان جري بيت المقدس ومركها بري جرت حق بري بلوت كنيه حق بري وما كان جريس إنك استوي قلب ما كان مدينة لجوجو أي قلبيتها لكن مركب ما كان لجوجو حق اللي تكون يا بري بيكير عدنته طيب مدينة ما كان جوجتنا قلبيتها بيكاتها قد نرى وان وجد نابا لا يتقلب وجهك وجه هذا الرقم كيسة والرقم النبي محمد وفي السماء حق صريح هذا إيه جيس فلنولينك السماء واسم جنس وكل ما عليك السماء ضرها النقن عرك النقن هذا كأسر إنسان النقن وحول بكا كريا السماء إذا ده سيدي الشيخان لغويين مرنا شيء معروف عركنا تقانان وكان اللوجه ده لكن كل ما علاك فهو السماء عند اللغويين فلنولينك ونكوجه دين قبلة بانكوجه دين ترضاها أثران لكتاي كعبا نكوجه دين يجهو أثران لكتاي بمعنى أتكجع شيء مدكالي محايا لو قبلة أبي إبراهيم طيب فولي جيدي بأن النبي محمد وجهك وجهك هذا شطر المسجد الحرام حق مسجد كحرميسا إقبالي لو حقا أتكو شطر يقول مروحو نقضى جزء مروحو نقضى جهوئية ناحيو نقضى انتو نقضى واسم مشترك لكن هذا الدلاء قيحة إن لوجه ذا جهة لوجه ذا جزء لوجه ذا قبل
فلما نزلت مركي سودكتي استقبل كعبة كعبة النبي وقابله وكسو وريغي بيت المقدس. فبينما حل الناس بقباء حل النبي ضدكم مسلمين تقيبة كامدة أي قباء جوغي في صلاة الصبح أي كنت كان هيئ إذ جاءهم وحا أيمد آتنين صعداء أيمد فقال وحول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة نبي وحا حل نقصه دجي قرآن بلقصه دجي قرآن كمحوشة وقد أمر أي فيه في القرآن قرآن كوحالقو أمر النبي أن يستقبل كعبة كعبة أنه قابله أتكده ألا فاستقبل ورؤتكده بولي صلاة بين كجرة. وكان وجوههم أفكد وحو آدنا يوجهه إلى الشام شام بأتك إلى بدروس شام بكوية لفلسطين سقط القدس با لوتكن جري فاستداروا مركز سوريجيين ايغ مؤمنتو اسووري واستدار امام كودن وا اسوريجيه حتى استقبل بهم الى اولجسد القبلة تقبل اولجسد اسلام مركيبا اور مخاد اهيد ميسن دين بين مركا ما جيرتو ددكو وا اهل خير وحي با دغهيا نبي محمد با نول نعمه يا نور كي با سا وداتن اذا بدرد اي نقص كا اسكا با يربا انه هدا وحا نينك يور وحا با دحاي وحا ديا كوغو ييري هبل ما با كان مقلي walaas daba dhigan baaritaan culus baa kugu bilaabay maxay ila beenti iyo laaxinki iyo wixii dhan baa carada ka batay qulubki fi sahih muslim waxa ku bartay baro maray ibn umar ee abdullah ibn amr al-aas ya waxa lagu yiri nabi maxamed wuxuu ninki fadhi ku tukeeda salaadii suwaan nus ninki istaa ku tukan salaadii suwaay dhameystiran tahay maalin dambe asagoo warka ka maqlay saxaabada oo nabiga xataa aan waydiinin saana ku qaatay يؤمن يقص بعنين محمد وفرد كنت كان هيا ما قص ضلال ما حس قعدت ما حصرت وسكون هاي حنين محمد وسلي مشيين إن أصدا أصدا تري نبي حلو وارون واصدا لقوشة لكن أناجو إذنكو كلامي فرد جاي استاجي واسكون مت سعيد محوقاتي حديث لو تبي صبحين أوجوجها دو نبي كمان بصنع حرق ورنا وام حي وابي كما دبعان لو كلسون يا اولياء الهي لا قاد وعا حسابته وحساب كلي واستدار امام بايس ورجي حتى استقبل الى اولجس بهم ايغا القبلة اولجس داي مركا صلاه قيبته دو هره وخي كو اسخداي شام يا بيت المقدس قيب دمر وخي كو اسخداي حرمك مركا وا بنا استن اف ما تي هرم با لو دوليساي أصوليات تم كلام بري حديث كنا مسائل بين أصول الفقه على قاعدة اللي قاعدة ما خصيص قبل أن تانك قعدت كنا صلاة واجب كأ وإن لو تكذا كعبة لو تكذا ما لان كأهين كوا صحيح ما يسو ومركة حالة الاختيار حالة الاضطرار ومركة شد الخوف أجرت أما بابور يدي رضي يكون دي ذانا صلاة كرد عاف ما يسوى تكن ده مركة ونجمع وسنكون سورة قلين يا تأخير يا تقديم سكون سورة قلين سنادنا وين الصومر تبلا أنت أينك أقتكن كليه فقط وحكي نقاشان كليه ما إنك عبد عين تدا لقابلة شرطة مسج هذا تدا لقابلي مش كاجر تبي لوسي جدا وإذا دبنا وحيله يوم سيد اللو بدنا يا حداد جوكته كعبد أبكى أقدر دور ريم مكتع ودمسك كنت كنيس يا حداد كم مقنط الأفاق التهيبة حق يوم بدوسي جدا وأنا سيد اللو بدنا يا sida dartay saxaabada marka ku noolay intan laga hejiron iyo kuwa dambe deganaa ay yimidba aynul qibla in la qaabilo nin shardiye ama ay ka sugantay oo waajib ka dhigay ma jiro suubanu maalmuhu soo xajiyay ama umraysanay jihada qibla uu soo qaabili jiray meel uu nabi ku shardiyay ayada daatada aynteda waa in la qaabilo ma jirtee waxaanu haynaaba yidhaahdeen xaqeeda ha loo jeedsado iyada ha la qaabilo laakiin sharciyada badan kood يا بعض الحنابلة يا ولادة تاجر وحيليه تفريق هلا قليو نينك كفقنا جهاد يدوسه تكن نينك أركه هينا قل إذا وينو وجهسنا برتل عين تو وينو قابلو وكجسد هذا قرا مرة وحيزوا ككعبيلي القيام شيخ معقوسي صلاة دينه محمد تكن إن لغوت المامل الله قبل لا بجليد إلى كب حده هذا حكوس وشيء استبار القبلة قبلة واقابش قبل ما مركز قابلي ما استاق بدك قابلي مسافرني وأنا استاق قابشه إلهي وقائم على المسلمين تستاق كنت كذا
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. حديثك أفضل الصلاة طول القيام، طول القيام حتى استأجر دير القرآن كل واحد خلنا يكفي عن سجود الركوع الله بدي حديث ما كله فيري حديث كنا هذا سجود يفضل إيش شيخ مرك قيامك أو ركن أساسية القرآن كنا شيعي سندنا قضاء دكتي مسلمين تنا يكون إجماعين وإجماع مقطوعة إن صلاة فرض كأيش نكون أسحينين إلا إن استأجر الله جوك سلام مويه نك كاري كرا. طيب وكان صلى الله عليه وسلم يقف كي استأجر فيها في الصلاة قائما أسوغو تاغن أو قطمة في الفرض صلاة واجب كأيو والتطوع مدى صنيس قابا ائتمار أسوغو فرتومة هي أما فرتون وفرتومة بقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وقوموا استاغا لله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قانتين معاني بضم باحتمال شاء لكن معناها تؤرون وإن ليدادو ليلا وقوموا لله قانتين أي قائمين بيلا معنا طاي وإستاق إلهي إستاق يجوكس وإتكاد إذن كنت أتاق بالدليل إن قنوتك لغفة سري قيام أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت وفي رواية أفضل الصلاة طول القيام. إذن قنوتك الرواية داس إيا قيامك مدنا كفة سرينا إذن قنوت محون نقضي قيام كون نقضي. وقوموا لله قانتين أي قائمين واقفين معناها إن ليدا هذا بيمرك آياته دين أنه قنيسا قيامك هدي ليدا هذا قانتين ومطيعين يطائعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا ومحي مطيعا خشوع بين نقطة طاعي نقطة قنوتكم معاني بضنبو في مادة لكن هذا معناها إنه قد وحاوي إن قيام لقفة السورة. حديث زيد من أرقم صلاة الأحيان إسكيها اللي جرى كوشي كسن جري إلى أي سودك تي وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. تامر كمان معنى هذا خشوع دوي إلا شكل وحديك هنا إذا خشوع الآن إذن مركب الله معنى بقول نقول لك هذا وحالين القيامة اللي قلت عليه وحا إلا ملاحظة ونكسن شيخ ما تلمى من هي أدلو استاقي لها قبل الله labada adinmiya isku qaban sibrah miya saari labada boqon an qawiyada saanta isku qabato cirbaha is saarto misaasadu istaagi misaa walla sabra bihi sidaa muxuu aha lahaaneedahay misaa minna wad cuski minna wad hooraarin sidii wadaadii suufiyada qali wadaadu wax ka soo qasay jiro fiqiyaadka culimada noogu aha way salaada tukashada ku liiteen أركان تبي كوا أخري وواجبات كبي كوا أخري وصنن كبي كوا أخري وهيات كبي كوا أخري لكن صلاة تكن جريب صلاة قروح سن ما هاي يا أبو عام هذا لو ما فر أبو علوم هلا يسي عام هذا لو ما أقوله لا عام هذا بكا يستحن يمك لا يقنا حق شيء جد حن إيوه حق لا شيء يمك لا يقنا بكا زايستا أو جسوا مجيء الله سعد هذا. مركا ميا سهرارين مس والله سب ربيح مس أدم ده إسكت دشين. وهذا السلام محيان تعالى ونغتاب في الله ساعة. أصحاب الحديث وحيد إن كالي إلهي درتي وحو حمني. إلهي درتي أنا وحو حمني كالي والله فريسان. مركاس وحلاقة هاللي. رواد أحاديث نحن ورنيس فلان وضعيف كهو كذاب كهو مجروح وفاسق مبتدع ولا قورن مهايو دين النبي محمد لقوا آمين مهايو هوشام ما أصيغ لقوا حمينا يا مس الدين تلقوا إلى لين حق هدا لا دفاعين ولا دورين أو وحوص عن مهايو. طيب حنت يحق شاقنا هلا كلا فهمه مدك له قانون كي واجب شيء إمامك قد قال أنا أنكو علاش بريوح لقبل الله بدرس وقام النوع هيا
muhiimadu waxa weeyaan soo gaabshay inta waa kaftan aan soo gaabshay waxa weeye sunnadu kuma imanin qaab loo istaagayo in lagu hal isku dhajiyo iyo in la kala qaado iyo in la horaariyo midnaba kuma imanin sida caadiga u istaagaysa baa u istaagaysa maxaa sharcigu saa u yeeshay taysiran lilumma nin baa dhabarka laga hayo aan isku qaban karin adimada nin baa muxuu ahaay ilaahay u nicmeeyo aada u buuranoo inuu lugaha kale fogaysta ma aan taagnaan karinba soo sidaa maaha shareecadu nin walba waxay rabtaa inuu ilaahay caabado istaago tukado marka waxa weeye sidaa aad karto u istaago isu qutami wax xadiisoo ku asaxay hay-ada loo istaagahayo ma uu jiro ayib marka qiyaamkii lugaha loo qutumin jiray sida caadiga bini aadamka istaaga caadiga mad u istaagaysa mid walba midku ka quruxsan yahay curfiga bini aadamkana waa fiican yahay ilaahay baa la hortaagaya inaad isquruxsaan la rabaa istaagba istaagku ka quruxsan yahay curfiga iyo caada dhaqanka bini aadamka ayaa ku haboon inaad ku hor istaagto allah subxaana wa tacaala marka inaad fahanteen baan umaday laakiin marka nas laga hadlay iyo xadiid ma hayno ku asaxay masalada ayada hadda haddaad nin madaxweynaha u tagto adoo lugaha isdaba dhigaayo xoqanay mid hor istaagay oo saali mise waad isqutumin oo intaad istoysisood jafjaftaad indhaha fayiixin ogtahay bini aadamka saad uga cabsanaysaa ilaahay ka daran loo xurmeeyo waladiina aamanuu ashaddu xuba lilah ayib wamin annaasi man yattakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xubi illah maxaa laga yidhi muslimiintii waladiina aamanuu ashaddu xuba lilah dadka ala rumeeya ilaahay waa inay ixtiraamaan weyneeyaan salaada iyo waajibaadka si fiican kuwa waxaad arki bijaamihii xalay uu ku seexday buumihii salaas wax ku tukanahay aroortii markuu kala haya xafiiska u tegina intuu qabaysto oo kareem ismariyo oo uu saliidaysto oo dhalo barfuuna isku jabiyo oo dhar midka ka u quruxsan xidho oo kabaha baalashto iyo asagoo sanka taagi oo saxansaxadiisu ay ku qaadaysu tegaya xafiiska ilaahayna wuxuu soo waris asagoo hamaamsanhay oo qaba buumihii xalay uu ku seexday iyo funaatiishaad oo laga yaaba shan maalmood inaan la dhaqinba aafadan haysatay ka mid tahay sheekh dadka noocaasa masaa'idda in laga cayriyo oo la garaaco wey nin nabigu soo cunay basal iyo xoogo muxuu ahaa toon iyo wuxuu yidhi hala kaxeeya ilaa baqiica la fijiyo yacni masaa'iddu waa inay meel nadaafad leeda oo muxuu ah muslimiinta aysan kugu dhibsanin adiguna ilaah aad ku xurmaysa ay noqoto haddii laakiin ay noqoto meel xerogeel oo muxuu ahaay gudaafadka la geeyo dhibaato wey wamaa fi safari socdaalka soo maaha fa kaana yusallii nabigu wuxuu ahaa kii ku tukada calaa raaxilatihi hashiisa annaafilata sunnadu ku tukan jiray fa kaana yusallii naafilata iskugu xidhan tahay fa kaana yusallii wuxuu tukan jiray annaafila sunnadu tukan jiray calaa raaxilatihi gaadidkiisu ku dul tukan jiray ayib marka hadde gaadidkan hadde lama istaagay waa la fadhiyaa wey haddii aad istaagi kartana waa khayr gaadid la istaagi karaa jira baabuurta iyo diyaaradaha qaybo ka mida iyo doomaha iyo maraakiibta waaweyn iyo istaag baad kaga tukan adoo saaran laakiin midka aan la xamilaynin baa laga hadlaaya wa sanna nabigu wuxuu ujeeday liummati ummadiisa an yusalluu inay tukadaan fi lkhawfi shadiidi cabsida daran calaa aqdaamihim adimadu ayagoo lugley ah ay tukadaan aw rukbaan ayagoo gaadid saaran kamaa taqadama sidii soo hormartay wadaalika midka asaga in istaag lagu tukado marka la awoodo marka kaana lagu tukado muxuu ahaayey sidii la karo oo la kala qaado khoofka shadiidka iyo markaan khoof jirin oo amniga iyo xaalatu lkhoof la kala saaro qowlu tacaala baa ku yimid xaafidu ilaaliyo dhowra assalawaati salaad oo dhan ba hala ilaaliyo wasalaati alwustaa iyo salaada fadliga badan alwustaa iyo alfudla midda fadliga badan baa lagu fasiraa wadaadana waxay dhihin maya waa alwustaa midda dhexe midda dhexe haddii la yidhaahdo salaadii maqrib bay noqon hadi labana maalinkii bay dhacaan labana habeenkii bay dhacaan oo waa cishaha iyo fajarkana habeen bay dhacaan duhur iyo casarna maalin bay dhacaan dhexdhexaad waxaa noqon maqrib nimanna waxay dhihin mee waxaa dhexdhexaad noqon subax oo siday ku noqon duhur iyo casarna waxay dhacaan maalin maqrib iyo cishana waxay dhacaan habeen duluucu lfajrina wuxuu ka bilowdaa fajarka fajarka wustaa aduu dagaal badan baa ka taagani
الوسطى waxay u deysaa inay tahay al-fudla al-fudla salaada fadliga badan waana asr ka sida raajixa adiladuna ay ku timid waqoomu istaaga lillahi alla dirtu istaaga qaanitiina idinku khushuucsan ama adeecahaya ama taagan oo alla u taagan qoomu lillahi qaanitiina ay qaaimin fa in khiftum hadal absata fasallu rijalan way hadal absataan oo istaagu waydaan sidii loo baahanaa u tukan waydaan oo xaaladu idin diido idinkoo lugaynay ku tukada aw rukbaana idinkoo gaadid saaran tukada fa idaa aamintum markaad nabad gashaan oo khoofka laga baxo ilaahay nabad keeno fadkurullaha kamaa callamakum maa lam takunuu taclam ilaahay u xusoo ugu tukada siduu idin baray idin baray waxaydan ogeyn oo cilmiya diin ah aayaddu waxaa ku jira latiifa balaaqiya oo aad u qiimo badan laakiin hadda ima khusays muhimmad waxa weeye khawfki muxaqaqa ahaa ilaahay in buu geliyey fa in khiftum baa la yidhi amnigana waxaa la yidhi fa idaa aamintum idaa baa la geliyey idaa iyo in cinda albalaaqiin wakala qiimo badan yihiin nuxaaduna in baa u fiican ayagu markay marahayaan nuxaadu in way u shaqeyso xisaab badan bay u qabataa waad ogtihin mar umalay laakiin idaa wax badan ma tarto waad ogtihin soo ma ama balaaqiyiintu in iyo idaa waxaa u qiimo badan idaa shayga la qiimeynayo xagga naashika laga qabin ee muxaqaqa yaa inta badan idaa loo isticmaalaa shayga aad ka shaki qabto inuu dhaco waleetolo ma dhici doona mise ma dhici doono ama aadan qiimeynaynin ama aan kula weynayn ama aad rabto inaad bahdisho adigu ood khafiifiso waqcigiisaan ummadda ugu salsalin wixii waaba xaqi waana uu culus yahay marka la fiiri xaqiiqatan laakiin waxaa rabtaa inaad dadka tashiicisood u fududayso in baa laga cabiraa ilaahay khowfkii gaalo iyo cadow laga cabsanay ba rabaa inuu yareeyo wax la cibsiqeyrna ka soo qaado fa in khiftum baa la yidhi marka fa idaa khiftum lama dhihi way fahanteen baan u malay amnigi maadaama nicmo weyn uu yahay maxaa laga cabiray fa idaa aamintum malxafka nuqtada balaaqiga ku jirta aayadda waxay inaga khuseyna waxaa weeye oo quumuu lillaahi qaanitiin وقوموا لله قانتين وصلى النبي وقت كذا في مرض موته حنون جريات كيسي حنون كنا بقول أنت وصلك عنبا جالسا أصغر فردي صلوات رب وسلامة وصلى في مرض موته جالسا أي قاعدة لفظ كان شيخ الشاقي لفظ الترمذي ما كيس حان كان ما شيخ هوستو حولي وحوري ترمذي وصححه وأحمد حديث كشيخ الشاقي وحوري صحيحين waxaana fiicnayd in saxiixanka loo tiiriyo intaan tirmidi la aadin iyo axmed la aadin saasaa sax waana siduu sheekhu yeelay asalka weyn ee saddexda mujaladka ee sifatu salaadka saasaa wanaagsan kan yarka siduu yeelay ma quruxsan haddii tirmidi uu ku hormaro oo sheekhu uu wax milicsadayna lafdigii tirmidi inuu sheegay ahay sallaa rasuulullaahi khalfa abi bakrin fii maradihi aladii maata fiihi lafdiga tirmidi sidaa weeye sida inoo qaran maaha wanaxwu lafdu axmed muhimmadu waxaa weeye taana way sugantaha xadiidka anas baa sheegay aakhiru salaati nabigu sallaaha waxay ahayd salaadu abubakar ku daba tukaday isagoo fadhiya xanuun darteed buna la istaagi waayay wa sallaaha salaadiibu nabigu tukaday kadaalika sidoo kale maratan ukhraa mar kaluu tukaday qabla haadihi tii hadda aan soo maray horteed salaad intuusan nabigu dhimanin ama xanuunsanin ka hor ahay xanuunka u dhintay bishoo ka hadlaya xanuunka waa xanuunkii nabiga isagoo faras saara faras baa intuu la orday iyo geed weyn oo timira jiridiibu la dardaray lowaa marka dhaawac ka gaadhay nabigu uu kici waayay markaasuu fadhi ku tugay saxaabi soo booqatay ayaa ku xidhatay markaasuu nabigu dee wuu fadhiyay ayaguna way istaagay nabigu fadhiista wuu ishaaray mar hadda anugu fadho imaam idin ah idinkuna fadhiista yaan la iskhilaafin tan dambe buu markuu ka hadlay marka tan dambe tan dhaawacay nabigu lowga wax ka gaadhay baa ka horreysay salaaduu ku tukaday fadhiga markuu dhimanayay saasu ujeeda sheekh wakadalika sallaaha maratan ukhra qabla haadihi salaada hadda aynu soo maray ka hor buu nabigu wuxuu ku tukaday fadhi xiina waqtigii buu fadhi ku tukaday ishtaka nabigu uu sheegtay uu xanuunsaday wey ishtaka soomaalida way sheegay hebelow waan yaraha sheeganaya baad dhihi sheegashadu waa magaca carabi sax ah shikaaya sheegashadu waan xanuunsanahay wey soomaalida marka eeyo badan oo carabi afkooda ku jira wa sallaa annaasu waraa'ahu saxaabaa ku daba tukaday qiyaaman ayagoo taataagan saxaabadi booqatay u tagay wey fa ashaara ilayhim wuxuu u midaaray an ijlisuu fadhiista fa jalasuu waa fadhiisteen falamansarafa markuu salaama naqsay nabigu salaadii ka baxay qaala wuxuu yidhi
إن كنتم وحات سكتين آنفا مر دويتو ومرك إدبتها قنيدين لا تفعلون إنا سميسان فعل فارس والروم فعل كما جوزت إيو يا كريستانك فارس وانا منك مجوزت إدب عابدك روم وانا منك النصارى يا كريستانك مسيحية دي. إن كنتم محاسكتين آنفا مر دويتو لا تفعلون إنا ديشان فعل فارس والروم نبغو حكد دكتون يهي إسوافق ديش مشابه هذا كرد حيسة فالك صحابة مقال قضي مقال قال هذا مسلمية معوها هاي معتبي وإن لك لدووي محيسة ما ينقل إيها قال النبي الله أتكد ديش يقومون ويدل جوك سدان على ملوكين بقرضوا ويدل جوك سدان وهم قعود بقرضوا ففرديا بقرق فرديا لكتو قدران صلى الله ببينه نم فريسان كرمجر ساسا لسودة قتمين حسوا أدونسي إلهي بأن لو يستغى يوم يقوم الناس لرب العالمين مركب وحاوه وخطأ فلا تفعلوا هيالين مرتن به إنما جعل الإمام يعني ما شو حلوقة شيء ليتم به إن لقد يده فإذا ركع فاركعوا هدو ركوع الركوع وكل راع وإذا رفع هدو صوته سوء اعتداله فارفعوا صلاة دونك صوته وإذا صلى جالسا محل شاهدكم باطني هدو فرد كنت كذانا فصلوا جلوسا أجمعون فرد كنت كذانا قرنا ما يسترى كل جنب هكذا هارين إن لحكيني سنبي وحكا عرّه يا اختلاف كايرك السوريا اسمان رافك كلا دواناشها السوريا المقالك وعقد بدونا واقد دنب خلاف قلب ونقن دونا مرخور مقالك الناس خلافي كدبنا قلوبة الناس خلافي كدبنا ولا كلا بحبا ولا كلا تقل مرك خلاف كسور ونبي وقع الرأي أيام مشابه هذا فق قال الله وافق أيام اللوقس دني أيام اللوقس حاول وح عطيني سوقس دين إن السميان وحير هيف فارس يرهم كل سمين جريم بقرة ضوضة لكن فلك هذا وحوي كذي نبي قفر يا مرك يدبج جوك سدي إن السمين هيا بهو كاتي فلك هيف فارس تشبه توس ما لأن تشبه حلاش هذا إن لوقس ده وإن سكوت تكلفته سكوت لبته وقصد المشابهة إلى الغير قصد التشبه بالغير وإن له لقصد ينيو لكن ماشي نية مطل لكن حي الله مشابهة سورية تال تاسو نبي كدكتون يوك عرر عيش تانا ويسك عادة صلاة المريض جالسا روحي حنون سنة سلاة سوف فرد كتو كان هاي محان صوم الرأي قبل إن لقابلو وحان صوم الرأي إن استاقل قدتو كدو هذي حنون يما دمحا تلاف ولمن نجاني حراشدي أربع كسوقيس. وقال عمران بن حسين الخزاعي رضي الله تعالى عنه وحجري كانت بي وحيقو تالي بواسير قرمادي بيقو تالي بواسير قرمادي إذا باشوا تقانان حنون قد ضبط كل عيال لسك داوي كاس بواسير تالي هذا قرمادي نوالو ولا يادت كقاركون بواسير بواسير تسوي قانام. فسألت رسول الله صابك وحوي بواسير أنت بدان ضبط كي بابي سروح ما تقنان كرو روح أي أدو دشوا استأجرني بيا محو عادي واجد من فرد حتى ذا جل كريم وصل قدام ذا كفر يسنا كرادي كبابيس فسألت رسول الله بأن ويديسان تكلها فقال النبي حوري صلي قائما استأكتك صلي تك قائما حالك كونك أتاجنت فإن لم تستطيع حتى أن أود إن استأكتك تو فقاعدا فرد كتك أو فرد يتك فإن لم تستطيع حتى أن أود فعلى جنب يعني كتك أو دع أشيفة فعلى جنب هذا كيف هو يرجع كيف حديث كده واحد اللي يقانو عام بخاري غير كيف ورشان لكن واحد نقص هذا وحوي صلاة المريض كل بسوا كرو تكن هي روح حنون سن أما سنها تكذب أما واجبها تكذب سود أو تكن وين كله الرجال أنت استاج أودي كرتو فدك مت تكن كرت صلاة فرضة صلاة واجبة أما صلاة السنة خيار بالله أظن ميل لقاها ينين حيوه يرعى جزي فرقة كتو كنيس وهذا استايكرتا السنة على خيار له لكن مدى واجبك انت تكاركرتا حتى أظن ده أسلبتت به فرقة ما تكاركرت طيب هدي لكن حنون أجره وعافما دي الدوئي وضدك مضح لقا قلي وضدك إنها لقا قلي وضدك محو آي ميلا هنحلون تلقا قلي هفور رسنة الليلة مراك قاركوضو حتى وحسن حميلي كريم بقى
إن أركانتي أي لي مادان تدك عوردار بيلي. فعلى جنب تاس وحاكو جرة دنك اللو تكن لو سيحن حديثكم مع عضينين شيخنا ما شرحن، لكن جماعة من علمك اللي ويدي وحيدة هذين دنك ميدك بالو سيحن دنك ميدك بالو سيحن. أحمد بانا سيدا الشيخ واسيدا صحدا محاجرة أصوش قود عانك هيدي شرع عدن ميدك توي أمانان تاي وينك في عان تاي بذيح ده تيام ممكن ميدكيسي قود شرعي أهابر هذا المرينة ميدك مركز أسيحته ماذا حاله حقيب آدي ماذا حاله حقيب آدي هيا باري بوجهة مسجل بيت بوجهة قبل هذا أول سو قوي ما نكسي لا أصيح هذا والبر صيح هذا وذاه مين البلو صيح الله وكله بحبي سمعنا صيح هذا أنا ركبي هل كهواب معي ماذا حاولون وبري هذا اللغة هنا قلب هذا ماذا حاولوا قلب هذا اللغة هنا بري بي هذا هي مركب محدود جدا قبل هذا سيدا إن لو تكذا في عنبر أحمد يا جماعة من السلف وهو الصواب لكن سنة دي هاد بري ومدح هذا هي اللغة هنا قلب هذا هي ساسا نجي هذا مياخل ضي عفوا ساسا في عن بو أحمد يري يا جماعة من السلف وأنا الصواب سداوي قالوا واحد ما هي رواية حديث كولي بين كل كين قوة ضم به وحنا بنبر بوسحنايا دعديد بوسحنا تدا عيد وسحته يا قبلة سوق قابلي وساهذا ساسا وسحنا قبلة سوق قابلي إسم مركل لغة هذا حيوجي سن هيان قبلة هذا ماذا حاضر وكرلو صير قاضينا قبلة السوق هذا هي مهمة مركل سداد كرتاد وتكن لكن فعلى جنب وصحيح جنب المركز هذا نقطه وين لنك ميدك أسيحته سيدا في عام وقال أيضا وحكوا نجيل نبي وحكوا عمران بن حسين سألت النبي وحام ويديه صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد روح صلاة سام ويديه أسوى فردية فردية كذا هي أجر كذا ويديه فقال صبان وحيد من صلى روحه كذا قائما حاله تاغيا فهو افضل كاسا فض بدن من غيره اما فهو قيام كافضل من القعود ومن صلى روحه كذا قاعدا اسقو فديانا فله كا وحو هذا نصف اجر القائم روح تاغن اجرك نسكي بهلايا روح تاغني كتكدي اجرك هلي لها كلا بركي بتليس ومن صلى نائما روح جيف كتكدي جيبسي وفي روايات مضجعا اسقو يلعع وجيفه فله نين كاسا نصف أجر القاعد كيف فديه أجر كيسا نسكي بوله نين فديه أجر كي نسكي بده ليسا فديه هنا نين تاغن أجر كي نسكي بوله ليا سأسأل السودة بجوغا حديث سوغن واحد سوغن واتقر نيسا والمراد به المريض والمراد به المريض هل كاسا حقو أدمو دائنيسا قرح سنين والمراد حديث كان دنبين صوم مرة عمران أه صلاة القائم صلاة القاعد ونصف صلاة القاعد نصف صلاة القائم عفوا صلاة النائم ونصف صلاة القاعد نينك فرديا نينك تاغن باكا فضي بضان كفرديا وحكا فضي بنا كتشيب صدي حديث كان محكو سابسين صلاة فرد كأه مسوحو خسايا صلاة سنة بمعنى مسألة أردن بكها الله يا سنة يا فرض با مثل حديث كنا بقول حقول الجيدة روحة سنة سنة مثل حقول الجيدة روحة حانون سنة صدح الاحتمال بميشة تالا إن لقول الجيدة صلاة أردن با أما سنة هنو قطو أما فرض هنو قطو إن لقول الجيدة صلاة سنة دا. إن لقول الجيدة روحة حانون سنة صلاة دون بها تكذي صدح ذا معنى ماشي يلا أيضو مركة صلاة سنة فرض إن لو لجيدين بنان كي تعالى نن عافمات قبا وصلاة واجبة تكنية ماشي مسوى قلي نن عافمات قبا وصلاة واجبة تكنية ماشي كمجره صوق وامحي وإجماع ننك صلاة واجبة تكنية إنو سنفرد كنت تكنكري إنتو استقعوذو إنتو استقعوذو ماشي أن النبي وحكى الله يوحك على فضي بلان واجب هذا هين نينك نينك أساك في عن
حالدا حالدا سكونا عكس بنا بكاه الله روح لكن عافمات كقبي الصلاة واجب تكنا يي وحواجب كو لازم كو إنه كنت كده استاذ هذا فرد كنت كنا سادس وباطله هذا أوده ويبريسا تاسي وماشي كبحري محاكو زهري من روح أن إنسان بار روح صنع إنسان يمسو الروح في يوم سادو حكوا سادو تمر كاسي حكوا سادو تاي لابو ما ينوس هذا نين في يوم وصنع تكنا يي أما نين حنون صنو صنع يواجب تكنا يي لابدان بيدون صهري سو وحكا لو صهري تيب الشوق الحول والمراد حديث كان به وحل الوجد والمريض محاشي غلبان والدليل فقد قال أنس رضي الله تعالى عنه خرج رسول الله رسول الله بصبحي على الناس صحابه كصبحي وهم يصلون قعودا أيوة فرد كتكني من مرض حنون درتي كتكني أما من مرض حنون درتي كفر ياه حنون بافريسيوي فقال صبن وحيري إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم نينك فدي صلاة ديسو نسبك جاء آدم تيمت كتاعن صلاة ديس حديث كشيخ أدلي شذي حديث كأدلي شذي حديث كان يسيد الراجحة وحديث ضعيفة حديث كان أنس وحديث ضعيفة سيد الراجحة هذين متأخرين معاصر سو خلاف الهاي شيخ دم كسر أبلان لا سقى فنك كقف عن لكن وذيه هوري المتقدمين تها إنه قادة حفاظة بحديث الله يا إبر كرني وباب عشى الإمام محمد بن يحيى الذهلي وحوليه هاي حديث كان عندنا عند أصحاب الحديث وغير محفوظ وحديث ضعيفة سلاس كله وحايدي نسائي وحديثك وخطأ وأنا ضعيف بزار دار قطني محمد نصر المروزي أبو عبد الله رقاص ودان هالكاسين مرين دار قدني أسوق آد بأشر حاء وحوش شجعين ويا حديث مضطرب اختلاف بين الكجرة وحكوفة فشيء عيل كيسة لبكون لح بقية لباتن لبكون سجال بقول طبعاً السجال صدح كون أفرتني ستين قيام الليل كم نصر المر وزينة لبقية طبعاً ولا قفيرين كلا تاسي واحد كسحديس وإنه سوسقنين براجع وحديث كأنس بن كالين حديث كأنس هو ضعيف نور النملها عند المتقدمين وحاكر وكوي ما دمشا لك حديث عبد الله بن عبد العاص لقوري كاسنا ومنقطع عند المتقدمين والحفاظ حديث ابن عمر بأسوي يمت وخطأ عندهم أسوي ما بجربة حديث مطلب النبي وداع تاجر أسونا وضعيف حديث تاس مرك حديث سوغان مجرور هل حديث باكس سوغان وكون هذا مركان إنه شيء عبد الله بن عبد العاص وكوك صاب سنكليا في صحيح مسلم يصور أنك كوي يمت وآه نين كفرديا صلاة القاعد ونصف صلاة القائم اللهين فافاسن أن الله قصة أن ودنين شرح دير أن ودنين وإن مرض لقته وإن كلامنا أن ودنه كوبا حديث كأه روح فرديا وحكى صلاة في عن روح تاجر والنسبة إسكوجي وغموس وغن يا وحك كما الله وعنو كالله إن أحاديث التفصيل ككينتي أنس إيو ابن عمر إيو عبد الله بن عمر لقوري باب كان كنت من مدى يضو مصقنا هذه حتى لو دا يحدثك إنه السجن يا شيخ أنا وافقنا تأويل كأصق أم مري خطاب ركسو جوريي أبو سليمان الخطابي حافظ كرأو كرة عيسد الشيخ التلمامي لو ملاحظة كجرت سيدا يا شيخ الباني يا خطاب مري وخطأ خطأ وهي عن صحني إن لقد دكتورنا مهم طيب ولبا لازم طيب أما حافظك سيدا وكسو جوريي شوفوا ما اختصار بك حافظك وحوافصين الجمهور هذا كسم كان لو اخري والاخين كرتاني حول الصعداء الجمهور جمهور الصعداء اما خطابي يا شيخ الباني حديثك وحكو حنبار انه كه الله يو روحي حنون سنه انه كه الله او روحي حنون سنه هذو استهبيبو استا كنت كدو صلاه ما استرم به الهي هذو لما كعكرتي دو واضح حنوسن تي فرديس كذا تكنا نسب هلاية ساسو أركا إنيتا صحنا معها الإمام إسحاق راهوية حسوق وريء إن علماء كوفة سنة حديث كان صلاة النافلة حديث حكاه الله يا نينك صلاة سنة تكنايا ما خصيه فرض ما بخصيه روح حنوسن شغل بكم لها وروح سنة تكنايا
روح عصونا تكنا يهدو خير جعليس ويستاكو تكذانا أجر لما يسترم بوليه هدو فردكو تكذانا أجر نصوليه سيداسوك لو حاسوك قوري الإمام عبد الله المروزي محمد نصر المروزي في قيام الليل وحون يلي فقوله صلوات ربي وسلام عليه صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم عند العلماء إنما هو في التطوع خاصة دون الفريضة إسعان رهونا سياس السوكورش وعلمك السوكوري عبد الله المروزي أبو عبد الله المروزي محمد نصرنا سياس مري وكذلك ابن عبد البرنا سياس مري شرح ديرنا ويشرحنا وليبا أدلة أكان سدين عد عضو أن لقبر من قريب في جامعة كان مريسين سفيان الثوري وحوي لحديث كان أنوريني وحكو سابسين صلاة صنها ترمدنا وحوي لسدو سفيان الثوري وشيغي أدلة تاقريس رأيي كان مرك أي لي ما دين خطابي يا شيخ الباني وشاذ بمرة إن الغرة عنا ما هو خطأ وقد يكون خطأ قطعا هاوشا مرك يعني الغو خلطبين هاوشا يعني الغو خلطبين تفصيل كي شيئا وحاوي أي علمود عدية ننك حنون سنة حنون درتي فرد أغوت كذا سلاد سوائد ما يسترنطا نسبة ما يعني الغو أحدنا أدلة ركوتين سلاد سنة هيد بعد أود وإذا حنون درتي إن استا كنت كتو فرد بعد كنت كتي أجر لما يسترن بالغو قرأي سلاد فرض كايد إذا استا كنت كان جرت بعد أود وإذا حنون درتي إن كنت كتو استا قادي محلقو قرأي أجر لما يسترن هرتو واحد كسرت شيخ ألباني يا خطابي ومش واحد كسرتان نحنون سن إن حنون سن وحيس اسمه وبرلا بوح بو يقانع وإذا فانتين بنو ملاي نحنون سن سلادي سبر بمر نقطه أما هاسون نيستو أما فرض هاتو كذي حنون بلاودي زما إلهي سبحانه وتعالى من فضله وإنعامه سلادي ودم يسترنطاي أدلة أنا قتمي أدونكو هادو سلاتو ليل توكن جري أو قران بدن أخري جري أو خير بدن كدمنا أو حنون صدا أما أو صفره أو عملك وأوي واي نبي وحيدي أصور دم يسترن بلو قرايا هاو شيء يعني لسكو خلطمي قلبك هو كاسحين وذا دو حدا هاكو خلدين من دايلا قلبك اللبات روحي فرد تكنا هي هادو أصوغ أصوغ استاق بكوت تنكر وفرد اسكود دايو سلاد سوا باطلة بالإجماع روحي استاق كوت تنكري هادو فرد اسكود دايو سلاد فرد كاهي هي سلاد سوا باطلة بالإجماع تانا ويكاب بحبا محاكو سهاري ننسو ناي سناي حديكو حكا الله ينسو ناي سناي فدغون يرد بهايو اما ان جير مخو استاغو يرد بهايو فدغا يرجع هداد الى هدرت انت سر ننجحدو او سر ابابو شو استاغ فود الجليس ديدكو لبدا وها كا داته اجر فول الله كي خو اسكو رخصيستاي فدغو كو اردينا مخو لي هي نص بوليا حدكو كو حل هيا نين سنني سنيا ما خوسيو نين فرت كانايو ما خوسيو روح انونسن ما يسواني يان كسوون كره مسوي وحبا قلبن وركوا انتاس سداس اي علوم مرين بو امام النووي مرين مركو شرحه في صحيح مسلم وكذلك الامام ابن بطال علوم بدن كو هلكاس مرين خطايب با معنى لا يمد ان لوغه هورينين شيخنا وا كو راعي بحثه غدير فقادو كهلينا موسن ايغي مركا وشاسي وا خطا حيث كما اصحو أمي وصنع صحن معناها مريض كان لقوحن بارو وخطأ قطعا وعاد النبي وحبه صلى الله عليه وسلم وحبه وقضى مريضا بوبه إنحا ننصبه النبي وبوضى فرآه وحبه أركي يصلي أسوقه التكنية على وسادة بركين كتكنية بركين بوردكتا بركتا بركة وكو سجود بعد مدهات انت بدون وقو سجودها سجودها لقو سجودها ويستا فتكاق أركض بردوك جاري كريم مكي سجودها هي فأخذها النبي بركنت أبو كقاضي فرمى بها مركز الطورة وجناي. فأخذ وحصوقات وذاتك عودا هذا نقول بصوقات الآن تب بصوقات من دقم مليا الواحد تير بسوجيت. وأنت ذال هاي والوحيد كأخذ دم. طيب ليصلي على إنه كنت كذو وكس جوده. فأخذ النبي قاضي فرمى بكرة وكطورة وقال وحنا كيولي صلي على الأرض للك كنت كو كسجود إن استطعت هذا أوده أنا قال صلي بأي قرن يأل قري وخطأ
ninki yaa u galnahay waa khata salli way fiil amr soomaa salli du marka macayta yaa abu galiya nusqadeedu waa khata asa ku jira salli ala al-ard dhulka ku tuko in istata'ta hadad awoodo sahabiyo wa illa hadadan kari kan inaad wajiga dhulka gaarsiiso fa awmi imaan ishaar ama midar midar u dhaweeyay waxaad kale kartaa fataqulla ma sadactum way waxba barkin iyo dogob la soo jiitay mooyo meel la dhigtay iyo kursi madax la saari faraha ka qad waj'al wahad yasha sujuudaka sujuuda waxaad ka dhigtaa akhfada mid ka hooseeya min rukuucka rukuucdada ha kala hooseey horan baa way kala hooseey midna waa la foorarsan jiray midna dhulka la tagi jiray haddana kala foorar kala hoos mari si loo garto inay kala duwan yihiin xadiidkan wadaadaha naqdiya kitaabka ama shaqalbaani naqdiya baxdigiisa xadiidka ku haysta way duran way daciifiyaan sheekhu asagu wuxuu yidhi xadiidka tabaraani iyo bazaar baawari ibnu samaak iyo bayhaqi sanadkuna waa saxiix sida aan ku cadeeyey silsilada saasuu yidhi sheekhu waa loogu horreeyey keligii ma aha waxaa sanadkii saxiix yeelay uu yidhi wa hada alisnaadu saxiix alxaafid ibnu xajar fi zawaa'idi mukhtasari albazaar wakadalika albusayri fi itxaafi almahara xaafidku fi buluuq almaram wuxuu yihi isnaadu qawi talkhiiskana sidoo kale ku yidhi wuu difaacay weliba haytham fi lmajmacsna waa quweeyey ama abu xaatim alraazi wuxuu rajaxay inuu yahay mawquuf xadiidku oo ninka uu fatwooday hawsha ayada ah jaabir uu fatwooday oo uusan ahayn xadiis nabi maxamed oo marfuuca shaahid buu leeyahy xadiidku min xadiid ibn cumar oo dacfi ku jiro shaahidkaas daciifka ah iyo wadaadahaas meeshay mareen buu sheekhu isku quweeyey inuu saxiyayba maray wadaadana way daciifiyaan sida waxaad moodaa marka uu sheekhu tilmaamay inuu xadiidka yabaad moodaa oo xoog badan yahay cilooyinka lagu sheegay cilooyin aad usii xoog badan ma aha idan intaasaa lagaa rabaa fadhi ku tuka hadaad awoodo muxuu ahay dhulka ku tuko dhulka gaar hadaad awoodo haddii kale miidaar waj'al sujuudaka akfada min rukuucika xadiidka macnihiisa marka la fiiriyo waxaa ka muuqata inay wujuub tahay oo wax aad ku sujuudi karto waxaad soo qaadi karta midnaba aysan jirin haddaynu ogolaan xadiidku inuu saxiixya waa sidaa haddii la daciifiyo haddii imaamka weyn meeshuu maray ana waa sidaa oo haddii xadiidka markaa xukunkaa laga qaadan maayo waa fadwo saxaabi ay noqon laakiin saxaabo fara badan oo anas ka mid yahay ayaa markay xanuunsadaan ama bakoora ku dhacday awooda dhulka inay gaadhaan barkin bay dhigan jireen ummu salaama ka mid a anas jamaaca min asalaf wa taabiciin oo aada u badan baa sidaa samayn jiray ayib nimanna waxay dhi labadu way bannaan tahay inaad midaatana way bannaan tahay inaad wax kor kuu soo qaado oo kor aad usoo qaado wejiga aad la gaadhaa samaysatana way bannaan tahay ama xadiidka hadduu asaxay waa in faraha lagaada hawsha iyadoon loo dhowaanin ayib asalaatu fi safiina salaada lagu tukan karo doonta salaada doonta lagu tukanayo ila salaatu lmariidi buu sheekhu soo maray idan hadda doon baad raacday qaabkeed u tukan wey wa su'ila nabiga waxaa la weydiiyey can isalaati fi safiinati salaada lagu tukado doonta iyo maraakiibta la weydiiyey faqaala wuxuu nabigu salli fiiha qaa'iman ku dhex tuka doonta adoo taagan ilaa an takhaafa inaad ka cabsatood ka baqdan algharaqa inaad maanshatood hafato oo biyaha ku dhex dhacdo ama aad warartood dayowda ila baddaba lagu wareeraayo xadiidkan isaguna sheekhu wuxuu yihi waxaa soo saaray bazaar iyo daaraqudni iyo cabdulqani almaqdisi fi sunan xaakim baa saxiix waafaqahu dahabi mulaaxadaa ku jirto waxaa weeye siduu sheekhu ku sheegayba asalka uu ku sheegay xaakim markuu xadiidka ka hadlay wuu cileeyey ma isaa kagama tegin wuxuu yihi saxiixun calaa shardi muslim wahuwa shaadun bimara wuu cileeyey xadiidka xaakim isaa kagama tegin dahabina sidaasuu asaguna yeela isaa kagama tegin ayib marka in la idlaaqo la yidhaa wasaxahu lxaakim waafaqahu dahabi saa uu kaga tago xaqiiqada kitaabka musdarak iyo talkhiiskana way khilaafsan tahay asalka weyn ee kitaabka sifatu salaadna way khilaafsan tahay labaduba waa in la yidhaahdo xaakimu cileeyey wuxuuna yidhi waa saxiixun calaa shardi muslim laakin wahwa shaadun bimara oo xaakim asagu wuxuu qabaa shuduudku maaha cilla qaadixa macnaha hadduu u jeedo shaqalbaani waa saxanya uu soo gaabsado wuxuu yihi marbaad usan xaakim u arag shuduudku inuu yahay cilla fi lxadiid hadda wuu saxi yeelay baan odhanaynaa laakiin sidii la isku ogaa shuduudku waa cilla qaadixa ayib
marka taas labada macnaba waa lagu jumcin karaa in la yidhaahdo sheekhu asalka suu ku sheegada fiican oo xaakim xadidka waa cilleeyey la yidhaahdiyo in macnaha hadda aynu sheegnay la milicsado oo xaakim inuusan u arag ah shuuudka cillo araga intaa marka laga tago xadiidka waxaa saxiix yeelay oo kale bayhaqi طرق بلان بحدي كوليه عبد الله بن داود الخريب كدل وريغا والو اضطراب بدن اختلاف بدن باكو جرا بيهق لكن وحول وحديث ابي نعيم الفضل بن دكين حديث حسن نونا سداس قرري في خلاصة الأحكام عراقنا واقر رواء قلاضي بيهق دار قدن واكه لعللك طرق بن الرجحا مركة تسعي حاكم سكوت كي ذهبي تحسين كي بيهقي إقرار كي نوي عراقي iyo cillooyinka oo turuuqda ku timi turuuq iskhilaafsan ay kala xoog badan yihiin inaha marka la fiiriyo sheekhaas wuxuu arkay xadiidku inuu sugan yahay hortiina culimaa u aragtay xadiidkuna waa sugan yahay walcilmu cinda allah marka salli fiiha qaa'iman ilaa an takhaafa algharab waxaa soo geli oo kuula mid ah diyaaradaha hadday salaada kugu qado diyaarad saaran istaag bay ku tugan haddaad awoodo haddaad awoodi karina fadhigaadaada ku tukan salaadii marnaba laga tegi maayo sida caamadii haddii qibladiiba la garanmay xaggee inu tukanna hadhi fainamaa tuwalluu fathama wajhu llahi marka ayada ah waad ijtihaadi meeshaa doontaad u tukan in markaa kuluuqumaneed u garato salaad lagama tago salaad dheelleel ma ah caamadiba hadii warma tukatid dharku ima daahirsano kuleh dharku ima daahirsano ayib idan salaad inu ka tagu raba oo salaada ka tegideeda waaba laisku hayo gaalnimaaba la fooda dadka qaarkood taagan yihiin ama ijmaac la soo guurshay saturulcawraha iyo inay maradu daahir ka tahay nijaasada wadaaba khilaaf ka qabee shardhinteeda muranba ka qabee seed asalka oga tagtay farac laisku hay dartii waxaasoo dhan waxaa weeye waa aqoon darro wey salaadu mar waqtiga haddii la gaaro waxaa weeye waqtiga in lagu tukado wax ka qiimo badan ma jiro haddii aad musaafir tahay ruqsad ilaahay ku siiyo inaad dib dhigato ama aada soo hormarsato aada awoodi weydo salaadu marnaba kuma dhaafi karto waxaa la mid ah hadii muxuu aha gawaarida basaska waaweyn lagu joojinayn nimaan kugu diinahayn baa wata ama qarof aan salaadba ka xanaaqa wataba xaggana inagu koofiyad islaam ku caaminayno salaadana ka xanaaqa ayaa wata warii jooji aan tukade warwaad waalan baatay ama saaro ama degbi kuleh salaadu ka tegi meysha daad takhiirin weydo ama taqdiimin weydo halkeedaad ku tukan istaag miyaad awoodaa maya dadkaaba dardari derbiyaad ku dhici madaxaba ku dilaaci fadhigaad iskaga tukan soo sidaa ma ah qibladana intaad awoodaad qaabili salaad lagama tago diyaarad ama ku tuka ama baabuur ha noqdo ama markab ha noqdo ama doon ha noqoto waxaa weeye salaadu say kuu qabataa loo tukadaa fuqaha weye caamo salaadu say kuu qabataa loo tukadaa wey way ogyihiin ayib adoon daahiran bay ku qaban adoon muxuu aan meel fiican haysanin bay ku qaban meel xabsi a lagugu turo kaadi iyo saxarow saa usiqaysaba maxaad samay wada waxay dhahen waad sujuudi sankaad axdhigay iyo wejiga alaabta jamaaca meel faqama waxay dhahen maya waad ishaari waad miidaari waad taagnaan waad rukuuci sujuud soo maaha waad foororsano dhawaan laakiin maji saari maysa wejiga idan fiqiyaad way wadaadaa isku haya laakiin waxaa weye salaad laga tegay meen baa laisku hayaa soo maa hal la tukada loo kala kici waa buu dhihi hal la tukada loo kala dareeri waayo laakiin qaabkii loo tukan lahaa muran baa ka taagan dhib ma laha walamaa asanna markuu nabigu waa yeelay duqoobay walamaa asanna da-du markay qabato subanuh sal alla wasalam oo wa kabira u weynaaday ittakhada nabigu wuxuu yeeshay camuudan tiir buu soo qaatay fii musallaahu meeshuu ku tukan salaatuleylka meeshuu ku tukan jiray iyo qiyaamka ayuu tiir ku qotonsaday yactamidu caleyh uu cuskado markuu kacahayo ama markuu taagan yahay u cuskado nabigu hadduu qur-aan akhriskiisu waa badnaa markuu salaatuleylka tukanhayo shan juus labaatan toban buu nabigu dabada isu gelinaya baqaru intuu bilaa ilaa wuxuu istaagahaya acraaf hadday intaa wiil yaroo molay labaatan jir baama taagnaan karin taraawixi lagu tukanhaya boga maarat bog baa lagu tukada hadda masaaladkeena fanya bidhibaan baryaha noqonaya ma ogtahay marka bog baan ku tukanaa boggaas aad arki weel yar yaroo taagnaan la oo maantuna cagabidhan saa ku hayo ood mooday inay caagub ku taagan yihiin meel caagub inay taagan yihiin marka waxaa weye nabigu salaadii dheeradii u tukanayay iyo wuxuu u baahday
إنه تير عسكده أم أكوك عام أكو تير صلوه عسكده. ولما أسن وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. حديث كاني لابد ملاحظة كجرته شيخ حول أبو داود بوري حديث كصمة أي حاكم يا غير كوارة ترهده لابد ملاحظة كجرته ملاحظة كبد وحوي حديثك على قضاء موضوع عليه هي معطو محن كسو هل إني صلاة دون كود حقبتي مركب سيبا اللي تكن بان كسو هل إني نبي محمد باوايي لي استاقنا كوات كاذي تغريد البنيد كدمنا تير بعسكن جري محاكا خسي حقا يسكسو قرار مناسبة كده حيث بابك إيا حديث كنا شاكتان ماليدن كفرديا نينك هلا يا فرحة تاعي ورطة سدحبوك معي ميان سكول يدوك سيا لصومر معي هاي حرنيما إذا كنت جرت فرطة هلا تاعي أحمد يا مناسبة استاق محيطها نبي مركو وايلا لو يجي تير بعسكان جري كنا تكان جري دون هساه اللي قلت كذي حديث كم عاسك خو سيان كورشة أحمد هو حساب هذا كلي قد دايو ست توصي إلى هذا وعلى قام الله أركوا كأحرية أي عبد الرحمن وات سفع وات واد ويسي وحال ربنا قدر توت تراضو أيش أحم تير بيلاد وقبسن كرا سيدا النبي قو وهذا في عنتي علاقة ومتاس وإذا دنا قدي وحدة حديثك شغل بكم على بابك وإذا تكوا مالا نجرين بك الله وإذا دي كتاب كسفتك أخرينا شريفكم من كل دقيستي ما مضوا المرمانة تابانين سيدا موقت واسدا وحاول مناسبة هدي النبي محمد صلوات ربي وسلامه على أسوق دون سارين كل كيسين الجو وطير عسكان هاي نينك دون تكوت كان هاي هذا قيا بين الدعامة والدولة لا ما هذي جنب جدي درب جدها قبصده هنا تكده معنا مية فانتي بابور كي استوى كنت وين كرت مثلا مال واسع هاي سطح لكن وقطوري برت أنت كنت تكوي عسكو هدي بروح النجي نجاء يقول بيسجوا عسكان هاي تير نبي قلنا يا لي أديك أمرك هذا جاري يا ديارة دي دون سارن تاي واتقصن كرتا واتقصن كرتا جنب اللي يبره يحركها هلا حلا ماش واتقصن كرتا معناها ساكو جيرة وحيسو هري حديث ك سونان شيس أبو داود باوريه واتقرتين وسكت علي رسالة دي سيلة أهل مكة وحكوا يري وح عن كأم سكتاب كيف هو صالح والله قمر ما في المصطلح لك هذا سي قلي ما هي وحو يوحون هذا وحقطرها يا كدي وهذا لو طريق بالجوار يا طريق نوم وحكو جرا من حبان كريه وتوثيقيه قاضي رقائي حلبنا أنجري واحد الحين أوسنجرين طريقنا ننثقة أوه لكن مفاريد يسوفر له وجوده لو ضع طريق ما كان لسوك أنا واحد كوا حبنا ولذلك حاكم بصحيح إذا هبنا وكرا أمصي سند كشاش عيب صحيح لا مركا حديثك إنه سجية هيبا حب بدن رجع إليه معاصرين تانا وحبان ما يسنكينين نكا إن حبان توثيقي قاضي الرأي هاي فقيهها يوادك في قضاء مكة لسجية حديثك ذو حديث حسن وصحيح ولذلك سكت عليه أبو داود وصحاب الحاكم وسكت عليه الذهبي وحكون صهري صحابة رقم كذبة حوجنية سائب بن يزيد حديثك موطأ القصر مرتين محويل تميم الداري وبي بن كعب أن تجنجري تراويح وحلو تونجر دور بقول آية الله بقول آيات بلسيتين فكنا نعتمد على العصي من طول القيام بكوردي أولان سوق قضاني دواقي دمب بكوران عسكن جري مكان دقيدي يعني كيري واي بقول بعسكن صحاب مكما حيسمين هيا استاق الديرا وحي حملوا وايين إني تاقنا هذا قرآن كنا والله وضع إذن أولئي بكوري عسكن هيا محيسمين وحو النبي السمعي عطاينا براوح وسوق لأساقنا كما في البيهقي إنك سوسانة كضعف كجرة كان موطن مالك وصحيح أساقه لكن كان بيقضع في يربى كجرة وحجاج من أرطاء كجرة سيكستوى أنه قد تأصل الحسوق السحابة وكانوا يتكئون على عصا في الصلاة
إذن وردقن صحابه نبي محمد نوال لقى وريه حديثكم نواسوغن يهي هذا وبالله توفيق.